شوف باش نكون معك واضح، هادشي اللي وقع في الحزب ديالنا اليوم من فتره كان لابد ان يقع بحال حتميه، بحال واحد الكاس ديال الماء كيعمر تدريجيا تدريجيا كتجي واحد النقطه ويفيض الكاس. هذا الذي وقع في الحزب، لانه هاد الفتره ما نمشيش بعيد في التاريخ ديال الحزب ديال 10 سنين، هاد الفتره الاخيره ديال عام ونص عامين كانت عندنا في الوسط الحزب واحد المجموعه من العوامل ديال الاحتقان وديال الازمه وديال التوترات، كان عن جواب واحد الاسلوب باسكو كيف تيقولوا لي الفرنسيين تيقول لوم سي لو ستيل، كان واحد لو ستيل باش كندبروا هاد التناقضات، هو انه كان على جواب شويه ديال الطرديات وبشويه طيب الخاطر هذا وبشويه ديال التوافقات فوق الطاوله وتحت الطاوله، وما عندنا ما نخبيو على المغاربه، هادشي اللي عطى الله وهادشي اللي كنا مشينا فيه. هادشي وصل لنقطة الانفجار ديالو في الاجتماع الأول ديال اللجنة التحضيرية، الاجتماع الأول ديال اللجنة التحضيرية، وأعتقد بأن جميع المغاربة تابعوا من خلال الفيديوهات والتسجيلات الكاملة كيفاش دازت الأمور. في واحد اللحظة معينة الأمين العام قدر، وهذا حقي المطلق اللي ما يمكنش شي واحد ينازعني فيه، الأمين العام قدر بأنه الظروف ديال استمرار ذاك الاجتماع ما متوفراش، إذا الأمين العام رفع الاجتماع. كيجي واحد أو كيجيو شي وحدين بدون وجه حق كيسمحوا لراسهم يطلعوا المنصة ويكملوا الاجتماع، وقالوا بأنه انتخبنا وعيننا رئيس اللجنة التحضيرية. أنا قلت لإخواني معايا في الحزب في الاجتماع ديال المكتب السياسي اللي عقدناه مباشرة بعد ذاك الاجتماع الأول ديال اللجنة التحضيرية، بأنه من 7000 المستحيلات طلبوا من الأمين العام يكون شاهد زور. قلتها بهذه اللغة، ومستحيل نكون شاهد زور، لأن ذاك الشيء اللي وقع في اللجنة التحضيرية ماشي معقول. الأمين العام رفع الاجتماع صافي انتهى الكلام. هذه الأزمة كندبروها، بعد هذه الأزمة ولات دابا حماضت الأزمة، ولات فيها ممارسات صبيانية ماشي معقولة. الأزمة هذه كندبروها بالاحتكام لقوانين الحزب. شنو عندنا في القانون ديال الحزب؟ أنا وياك منين كنختلفوا؟ أنت كتقول بأنه انتخبنا رئيس اللجنة التحضيرية، الأمين العام تيقول لك أودي ما يمكنش تطلب مني نكون شاهد زور ونقول لك راه هذه العملية ديال بين قوسين انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية عملية قانونية. منين كنختلفوا؟ كيكونوا أعضاء في الحزب مختلفين أو هيئات داخل الحزب مختلفين، وكيصعب علينا ولا كيستحل علينا اننا نعالجوا الخلافات ديالنا بطريقه من الطرق. شنو الحل في هذه الحاله؟ الحل هو اننا نحتكم الى القوانين اللي عندنا في الحزب. القانون اللي عندنا في الحزب فيه انه عندنا واحد الهيئه سميتها اللجنه الوطنيه للتحكيم والاخلاقيات، هي اللي كتفصل في هذه المنازعات وفق واحد المسطره ضبطناها في القانون في النظام الاساسي للحزب ونظامه الداخلي. أنا كنقول ومعايا عدد كبير من الناس في الحزب تيقولوا بأن هذه اللجنة التحضيرية غير قانونية وباطلة وشرعية، وكل ما ترتب عليها باطل وغير شرعي. أنت كتقول لي بأن غادي ندير مؤتمر مرة في جوية مرة في سبتمبر، أش بغيتي دير؟ واخا تبغي دير مؤتمر ديال 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 جمعية في حي سكري ما تقدرش دير المؤتمر في هذا الوقت بهذه الطريقة. إذا نحن اش نقولها؟ حنا في مواجهة مع واحد المجموعة الإخوان الله يهديهم، نقول لهم الله يهديكم، هذا الشيء راه بالسل بزاف، مجموعة من الإخوان اللي لا يعترفون بقانون الحزب ويمعنون في احتقار مؤسسات وقوانين الحزب. هذه قرارات لا ماشي ما كاينش مصالحة، احنا ناس كندفعوا في اتجاه المصالحة، ولكن هذه المرة المصالحة على أسس مضبوطة. المصالحة هي داخل مؤسسات الحزب أولا، وبناء على قوانين الحزب ثانيا، وبالاحتكام لقوانين الحزب ثانيا. سي فيني ديك القضية أجي نتفاهم معاك في الدار ولا في شي قهوة ولا في شي ريستورون، سي فيني بالاحتكام لمؤسسات الحزب. دابا عندنا التقرير ديال اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات. لجنة التحكيم والأخلاقيات قالت بإجماع أعضائها، بالإجماع بأن انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية غير قانوني وباطل، وبأن كل ما ترتب عليها
بما في ذلك الاجتماعات ديال اللجنه التحضيريه، بما في ذلك ما سمي بين قوسين بانتخاب رؤساء اللجان الفرعيه ديال اللجنه التحضيريه، هادشي كله باطل وغير قانوني، وهذا القوس غادي يتسد باي طريقه من الطرق، غادي يتسد بالقانون بالاحتكام القانون. حنا كنقولوا هاد الاخوان الله يهديكم اتقوا، يعني احترموا هذا الحزب واحترموا شويه الذكاء الجماعي ديالنا. ولذلك كنتمنى، وهذه رسالتي كنقولها وجها لوجه، كنوجه خطاب لهاد الاخوان فيهم عدد من الاخوان اعزاء اختلفنا، يا ريت لو كنا مثلا كنقراو شي وجهه نظر مغايره، شي رؤيه مختلفه عند هاد الناس، شي تصور، شي اقتراح، شي فكره. اعطيني شي ورقه، اعطيني شي ورقه، عندك شي اقتراح، عندك شي وثيقه، عندك شي فكره، عندك شي منهجيه، عندك شي، اعطيني ما كاينش من هادشي. والو كنعاود نكررها، والو ما كاينش من هادشي كله. وسيحين الوقت باش يعرفوا المناظره ديالنا اصل الحكايه كلها، اصل الحكايه كلها بتفاصيلها. هاد عبد ربه اقبل التحدي وسارفعه عاليا، لانه ما يمكنش نسلم حزب اللي طحاو فيه ناس، اللي جاوا ليه ناس من مسارات مختلفه. انتم غاديين، حنا غاديين لا انا هاد انا هاد القوس بالنسبه لي كامين عام، ومعي قطاع عريض من المناضلات والمناضلين المؤمنين بالقانون والمؤسسات، ما يمكنش نديروا فوضى. انا تنقول لك لجنه التحكيم والاخلاقيات قالت بان انتخاب رئيس اللجنه التحضيريه باطل، صافي سيفيني. رسالتي للاخوان تنقول لهم يهديكم الله، احترموا القانون. واش بغيتوا نديروا نشرعوا للغاب؟ هذا انقلاب على القوانين ديال الحزب، انقلاب على المؤسسات. هذا عبد ربه زائل، انا غادي بحالي كيف ما واحد عدد الناس مشاو بحالهم ما مشاو بحالهم، ولكن المشروع خصو يستمر، الحزب خصو يستمر. راه ضيعنا شحال 7 شهور 8 شهور من هدر الطاقات في الخوال خوي. فين هي الاسئله الكبرى، القضايا الكبرى المتعلقه بالتحديات ديال البلد، الوظائف ديال الحزب اللي خصو يؤديها في التواصل مع المواطنين، في الترافع عن مطالب المواطنين، في الدفاع عن الانتظارات ديالهم، تصدي الأسئلة الكبرى اللي مطروحه على الاجنده الوطنيه، كلشي هادشي ما كيسوى والو. ما كاينش بن شماش ومن معاه، كاين حزب بمؤسساته وبقوانينه، وكاين طرف اخر يصر على شرعنات الفوضى والانقلاب على المؤسسات وعلى القوانين. ها هما في كل تحركاتهم يكشفون ويفصحون على انهم يتحدون المؤسسات ويتحدون القوانين ديال الحزب. دابا رسالتي لهم تنقول لهم يهديكم الله، رجعوا للمؤسسات، اجيو للمؤسسات نتناقشوا ونقلبوا على الحل. واذا كانوا يصرون على الخروج عن القانون وعلى التمرد على قوانين الحزب، بيننا وبينهم القضاء. كنتمنى ما نوصلوا ليش، ولكن غادي نمشيو للقضاء. هذا عبد ربه مجيف ومطوق بمسؤوليه تسليم الحزب مش على قياده الحزب لمن يستحقها، لهذاك ولا لهذوك اللي غيختارهم المؤتمر على حقه وطريقه، على حقه وطريقه. غنكمل هذه الفكره. هذه المسؤوليه مسؤوليتي. اذا وقع العناد ووقع الاصرار على تحدي المؤسسات وتحدي القوانين والانقلاب على المؤسسات وعلى الشرعيات، غنمشيو للقضاء وغنمشي للقضاء. اذا القضاء حكم على ان هاد الناس عندهم الحق، غادي نخرج بوجهي مكشوف وغادي نقول لهم بالصحة والراحة إلى الأمام، زيدوا وأنا غلط وسأستقيل وغنرجع اللور وغنقدم، غنستمر نقدم المساهمة ديالي المتواضعة كمناضل في وسط الحزب. ولكن نبقاو نستنسفوا هاد الطاقات كلها، لا واه طلع في الطيارة، لا واه سير العيون، لا واه دير هادشي، ماشي ماشي ولا صبياني. رسالتي لاختي العزيزه السيده رئيسه المجلس الوطني انها تحترم المؤسسات ديال الحزب والقوانين ديال الحزب. كيف 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 هي كيف انا، حنا بجوج واخرون مطوقون بالمسؤوليه لاحتكام القوانين اللي عند الحزب. دابا الى عاودتي قريتي التقرير ديال لجنه الاخلاقيات، درت واحد المجموعه ديال التوصيات فيها اولا بطلان انتخاب رئيس اللجنه التحضيريه، بطلان كل ما اتخذ من خطوات واجراءات بعد ما رفع الامين العام للاجتماع ديال اللجنه التحضيريه، ولكن لجنه الاخلاقيات مازال واقفه على واحد الموضوع، وقالت بان اللجنه تتحفظ على التركيبه
ديال اللجنة التحضيرية المؤتمر تتحفظ علاش؟ علاش اللجنة التحضيرية تتحفظات؟ باسكو طلبات مراسلات وثائق من رئيسة المجلس الوطني ومازال ما عطاتهمش. لذلك رسالتي لها كنقول لها اولا خص تحترمي الذكاء الجماعي ديال المناضلين والمناضلات، ثانيا احترمي المؤسسات وصيفطي الوثائق اللي عندك كرئيسة المجلس الوطني للجنة الاخلاقيات باش تكمل الشغل ديالها. مازال لان مازال عندنا واحد السؤال عالي، واحد السؤال معلق، وهو قانونية او عدم قانونية هذه اللجنة التحضيرية. انا قلت لك لا تراجع عن القرارات التأديبية التي اتخذت، راه تسامحنا وتسامحنا وغضينا الطرف وغضينا العينين على تجاوزات وقعت، ولكن منين يكون عندي، وهذه غنستعمل اللغه ديال لجنه التحكيم والاخلاقيات، منين يكون عندي تجاوزات تنظيميه وقانونيه واخلاقيه، منين يكون عندك واحد السيد كيتحدى الامين العام، كيتحدى، يا ريت وكان كيتحدى غير الامين العام ماشي مشكل، الامين العام كما قلت لك غادي بحال هادو، ولكن كيتحدى القوانين ديال الحزب. معلوم انا مطوق بمسؤوليه حمايه الشرعيه، حمايه الهيبه ديال الحزب، حمايه القانون ديال الحزب، ماشي اللعب هذا، راه هذا ثاني قوه سياسيه في البلد ما يمكنش نعطيه لواحد المجموعه من العابثين يعبثوا به. مهما كانت الظروف وكفى، لانه هادو ماشي وحدين فيهم، سوقوا خلال فتره طويله اوهام وكذب. انا نقول لك الراي ديالي، القناعه ديالي اللي عندي هنا في الداخل واللي عندي هنا، وهي قناعه موجوده عند قطاع عريض من المناضلات والمناضلين، على عكس ما يروج له بعض الاعلام ان هذه ازمه هرست الحزب والحزب غادي يمشي ضعيف في الانتخابات. بالعكس، هذه الازمه ستقوي الحزب. عرفتي علاش؟ نقول لك ما يمكنش الحزب الاصله والمعاصره، وغنسمح لراسي نقول كذلك ما يمكنش للاحزاب الاخرى تمشي بوجهها احمر وبالراس ديالها مرفوع للمغاربه، سواء في الانتخابات الجايه او في غيرها من الاستحقاقات. يعني ملي كنتكلموا على الاستحقاقات ما كنتكلموش على الانتخابات، كاين استحقاقات اخرى سياسيه ومؤسساتيه، وفيها استحقاقات مرتبطه باوراش مصيريه بالنسبه للمستقبل ديال بلدنا. ما يمكنش نمشيو للانتخابات او الاستحقاقات الاخرى بالوضعيه اللي احنا فيها. يعني تكون عندنا الشجاعه السياسيه والاخلاقيه، واخا تكون عندها واحد الثمن وهو اللي كنأديه اليوم، اننا نقيو الباب ديال الدار ديالنا، ونعاود نستعمل واحد الكلمه، ونقيو البيت ديالنا من الداخل، يتنقى. ما يمكنش نمشيو. نزيد لك قضيه اخرى، انا في هاد احدى حسنات هذه الازمه اللي واقعه في وسط الحزب ديالنا، لانه انا رجعت عاود قريت الخطابات ديال جلاله الملك من 2012 الى 2018، وعددها 28 خطاب، زائد الرسائل اللي كان كيوجه جلاله الملك للمنتديات والمناظرات الوطنيه والدوليه. ودرت تحليل الرسائل ديال جلاله الملك، شنو كيقول، شنو هي الاسئله اللي طرحها على الطبقه السياسيه في المغرب. طرح اسئله جوهريه. جلاله الملك قال كلام في غايه الخطوره، قال طرح اسئله عميقه وقدم رؤيه متبصره ولاح اسئله على الطبقه السياسيه وحملهم وضعهم امام مسؤوليه ديالهم. ونذكر بانه من بين ما قاله جلاله الملك قال بان التمثيليه ديال المواطنين امانه عظمى. عرفتي شنو هي امانه عظمى؟ امانه عظمى. قال جلاله الملك نبه الى ان المغاربه ما بقاوش كيثقوا في السياسيين، حتى ان جلاله الملك قال كذلك بانه اذا كانوا المغاربه ما كيثقوش في السياسيين، حتى جلاله الملك ما كيثقش في الكثير من السياسيين. دقت الساعه ان الطبقه السياسيه تكون عندها الشجاعه تمشي للمغاربه تقول لهم احنا اخفقنا في كذا وكذا وفشلنا في كذا وكذا، ولكن إلا كنا غادي نديروا السياسة، خصنا نتحملوا المسؤولية ديالنا، وأول ما يجب أن نتحمله هو نقيو باب الدار ديالنا. بعد هو الأول، جلالة الملك لم يكل ولم يمل من رسم خرائط الطريق، تيقول لنا ها القضايا الحقيقية، بعدوا على القضايا الزائفة وعلى أشباه القضايا. حنا نبقاو في نفس المنطق، ما يمكنش نمشيو للمغاربة في الاستحقاقات الجاية باش نرجع السؤال ديالك، ما يمكنش نمشيو للمغاربة لا في الانتخابات الجاية ولا غيرها بهذه الوضعيه اللي احنا فيها اليوم. هذا الشيء اللي وقع في الحزب انا كنعتبره ايجابي من الكثير من النواحي. على الاقل هذا حزب ما بقاتش عنده عقده ديال النقص انه تطلق الديناميات في وسطه،
يطلق هذا الرجه كلها في وسطو باش الا كان هذا الحزب مازال محتاج للمجتمع ياخذ طريقه ويستمر، ولكن ماشي بنفس الطريقه. خص النقد الذاتي، خص تكون عندنا الشجاعه وفضيله اننا نباشروا النقد الذاتي قبل ما ننتقد الاخرين، ننتقد راسي ونصلحوا ما يمكن اصلاحه ونرجعوا للمؤسسات ديالنا على العلات اللي فيها. راني كنقول لك دابا هذه الازمه غادي نحلوها بالاعتماد على القوانين وبالعوده الى مؤسسات الحزب، ماشي كنمجد في هذه المؤسسات. المؤسسات فيها ما فيها من تهي من اعطاب، ولكن نعالجوها من داخل المؤسسات، ماشي نديروا نشرعنوا الفوضى، نتمرد على القوانين ونتمرد على المؤسسات وما نعترف بالقرار الحزب. فين غادي يا سي محمد؟ فين غادي؟ اش من منطقه هذا؟ ولذلك رسالتي للمناضلين اننا سنستمر في هذا الطريق بكل ثقة في النفس وبالثقة في البرلمانيين ديالنا اللي كنحييهم بالمناسبة لأنهم تصدوا لكثير من المحاولات أنهم ينقلوا هذا الشرف وسطهم. وكنحيي المنتخبين ديالنا وكنقول لهم احنا جايين عندكم، ولكن هذه المرة بالمعقول. بالمعقول؟ لا ماشي بالمعقول، بزاف ديال المعقول خصنا نمشيو فيه.